الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي بين بالسم هلال خط الفرحة مرسال. رباه وفق للزيارة كل من يشاقها، واقرر إلهي كل عين، وارحم دموعا عند ذكر مصابه تجري أسا رقاقة في الوجنتين. رباه وامح بها جميع ذنوبنا، واغسل بها أرواحنا في النشأتين. حب الحسين إليك خير وسيلة، حب الحسين إليك خير وسيلة. رباه فاملأ قلوبنا بحب الحسين، رباه فاملأ قلوبنا بحب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نعم سادتي مشاهدينا، متواصلين وياكم في هذه الحلقة إن شاء الله بهذه الولادة الميمونة لريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم في ذاكرة الأيام نتكلم عن ولادة الإمام الحسين عليه السلام. هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ثالث أئمة أهل البيت الطاهرين، وثاني سبط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدي شباب أهل الجنة وريحانة المصطفى، وأحد خمسة أصحاب الكساء، وكذلك وسيد الشهداء وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوليد المبارك وضعت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام وليدها العظيم، فزفت البشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأسرع إلى دار علي والزهراء عليهم السلام، فقال لأسماء بنت عميس: يا أسماء هاتي ابني. فحملته إليه وقد لف في خرقة بيضاء، فاستبشر النبي صلى الله عليه وآله وضمه إليه، وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم وضعه في حجرته في حجره وبكى. فقالت أسماء: فداك أبي وأمي، مما بكائك؟ فقال صلى الله عليه وآله: من ابني هذا. قالت: إنه ولد الساعة. قال صلى الله عليه وآله: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنا لهم الله شفاعتي. هذه مختصر، يعني مختصر بسيط، فإذا عندك إضافة يا أحمد عن ذاكرة الأيام وعن نعم. الولادة للميمونة للإمام الحسين. أكيد، وهي أفضل ذاكرة في هذا اليوم هي ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام. دائما الذاكرة تعطينا الكثير من الدعم الإيجابي كما يقال في الزمن الحديث، ونحن نقول تعطينا غذاء للروح، وكيف بالإمام الحسين عليه السلام وهو يعطي الغذاء لكل شيء، يعطي الغذاء لكل العقول، لكل الأفكار، لكل المبادئ والقيم. فذاكرة الأيام لهذا اليوم أحبة المشاهدين، دائما نكرر أنه نعيش مع الإمام الحسين عليه السلام بذكرى ولادته العطرة الطاهرة، ونستذكر بنفس الوقت الدروس والقيم والمبادئ والمسيرة التي سار عليها. ممكن نأخذ يعني بالنسبة لي مقولة واحدة من أقوال الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف، الذي هو قال: مثلي لا يبايع مثلك. درس كبير بها في كل الأزمنة. هذا شخص أنه لابد أن يكون صادق ويكون شجاع ويكون لديه يقين والتزام ومبادئ وقيم باتجاه السنة النبوية ونهج أهل البيت عليهم السلام، باتجاه الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا أكيد. فمثلي عندما أنا أصنع نفسي وأدرب نفسي وأتابع نفسي وأربي نفسي لكي أسير على نهج أهل البيت عليهم السلام، وبنفس الوقت مثلي لا يبايع مثلك. من كان بالمقابل؟ معاوية ويزيد والأمويين بهذا الجانب. هذا الشخص لازم أعرف أنا من عدوي في كل زمن، أصحاب الأخلاق السيئة، التعاملات الخاطئة. هذه العبارة البسيطة: مثلي لا يبايع مثلك، الآن نحتاجها في وقتنا. نبتعد عن السيئين، نبتعد عن الأشخاص التي تريد أن تدمر المجتمعات، تريد أن تدمر القيم والمبادئ. لا نرضخ لهم، لا نستسلم لهم، نكون أقوياء مهما كانت الظروف، مهما كانت النتائج. أحبة المشاهدين، بصراحة يعني دائما نأكد على أنه أقوال الأئمة عليهم السلام، الروايات، المواقف، لا نأخذها فقط من الجانب الروحي أو جانب العاطفة أو جانب المحبة، نأخذها كدرس، نأخذها كوسيلة، كنهج
نطبق عليه بحياتنا. كثير من الناس يقول لك أنا أحب الإمام الحسين عليه السلام وأزور وأصلي وكل شيء، هذا ما بينه وما بين الإمام الحسين عليه السلام والله سبحانه وتعالى، ولكن السلوكيات في المجتمع كيف تكون؟ لابد أن تكون كما كان الإمام الحسين عليه السلام قدر الإمكان. كهواي ناس مالك يقول لي في كثير من برامجنا أو شغلنا يقول لك يعني هو معصوم، أنا ما معصوم، ما هو لهذا السبب أنا لأنه ما معصوم فأخطأ هواية، فلازم أنتبه عليها. أكيد نعم. فيعني أكيد اليوم دروس وعبر ومواعظ وكثير من الأحاديث اللي نقدر يعني نستهلها، ويعني فرصة إن بأنه نقرأ يعني أشياء عن الإمام الحسين عليه السلام. نعم. وبهذه المناسبة العطرة أن نستن بها، نسير خلفها. يعني الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام وحتى رسول الله هم مدرسة. نعم. يجب أن بأنه نأخذ بها. أكيد. ونسير خلفهم. أكيد. ويعني نأخذ بكل يعني أقوالهم. نعم.